السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بصراحة أنا كنت أسف لشريك يوقع في البلاد فيما يخص هذا المفخرة ديال البلاد، المفخرة ديال المغرب اللي هو سعيد عويطة، اللي بصراحة داك الإنسان ما خصوش. هاد الناس هادو اللي صوروا الأب ديالو واللي مشاو داروا الفيديو للأب ديالو باش يحطوا به هاد الحطة دي، علاش؟ شنو هو السبب؟ واش خدا الأم واش كلا الأموال ديال الدولة؟ واش اختلس أموال؟ واش خدم في شي وزارة وبان ليكم هادشي جد جد مؤسف. هاد الصحافة هادي اللي ولات الآن على في التواصل الاجتماعي، وهذا لا يمس بخير. هاد الناس هادو كيقلبوا غير فين يحفروا، كيحفروا على عباد الله وصافي. بصراحة سعيد عويطة اللي رفع الراية ديال البلاد في جميع الدول العالم تقريبا، واللي كان هاد الناس هادو اللي صوروا الأب ديالو وداروا هاد المزالة هادي، كيجريو من وراء كسب المال، وكسب المال بأي طريقة. هاد الناس هادو هما اللي غادي هاد البلاد هادي باغي يطيحوها، باغي يهبطوها. لحقاش كون هاد الناس اللي صوروا هاد الفيديو هذا كون شافوا غير واحد فيديو ساعة ديال سعيد عويطة فاش حطم رقم قياسي 5000 ولا في أي حاجة، راه كتير تبارك الله ما يتشاف. كون ما مشاوش يديروا هاد الفضيحة هادي، مشاو لعند الأب ديالو عمروه ويسرجاوه. وهادشي بعد هادشي كيبقى عائلي، كيبقى داخل الأسرة. هادشي ما خصوش حنا بالعربية ماشي شغلنا في هادشي هذا. حنايا شنو اللي الهم؟ شوفوا سعيد عويطة صاحبي، إلا كانت الأرجنتين عندها مارادونا، وكانت الدول الأخرى عندهم البرازيل عندهم بيلي، وعندهم رونالدو، والبرتغال اللي عندهم الآن عندهم رونالدو، وعندهم حنا عندنا عويطة وباقي عويطة. بصراحة حقيقة الناس هادو ما عاشوش في الفترة اللي كان فيها، وكان كيرفع الراية ديال البلاد، وكاين شي بعض البلدان ما كيعرفوش كاع المغرب، ما كيعرفوش المغرب، عرفوه غير بسعيد عويطة. وهذا الشيء هذا راه هذا الشيء راه كي 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 هذا الشيء راه كيشهد عليه، كيشهد به التاريخ. وهاد الناس هادو اللي داروا هذا اللي مشاو يديروا هادي ويطيحوا منه مسكين. وزعما الصراحة بقى فيا، والله العظيم انا بقى فيا، لا هو لا الأسرة ديالو وصلوا لهاد الدرجة هادي. هادوك الناس راه عرفتي ولا؟ انا بعدا كان انا من الناس اللي باغي لهم واحد سعيد عويطة يكون عنده واحد ستاتشي، ديروه له كبير قدو قداش تبارك الله، ديروا له في مدينة الرباط، ولا ديروا له في الدار البيضاء، ولا ديروا في أي مدينة. نبقاو نمشيو نشوفوها يا سيدي حنايا، نتذكروا ديك الأيام. حشومة هادشي، والله إلا حشومة حشومة. سعيد عويطة راه مفخرة ديال البلاد، ها هو الأول، ما كاينش شي واحد آخر. وغتقولوا لي اللي تقولوا، ما كاينش شي واحد جا من موراه حقيقة، جا من موراه هشام القروش، ولكن هشام القروش التلميذ ديالو كان مولاي ابراهيم بوطياب، كانوا عدائين اخرين، ما نكروش هادشي، ولكن سعيد عويطة هو القدوة. والله الله ياخذ الحق، الله ياخذ الحق هادوك الناس. هاد الصحافة ولاو تيبانوا يا صاحبي، مي علاش ميبحثوش في الامور اللي تصلح البلاد، والامور اللي تجمعنا وتصلح هادشي اللي كاين، وما غادي ينتقل البوير بيشتو عباد الله. علاش نقول لكم والله ياخذ الحق فيهم وصافي. والله وانا تنقول من هذا المنبر هذا تنقول سعيد عويطة راك فوق راسنا وعينينا. وكنتمنى من الدوله ومن هذوك الوزارات هذو يديروا لك واحد ستاتي ديال سعيد عويطة. هذاك هو مارادونا ديالنا حنا، جاب الميداليات وجاب تبارك الله وتغلنا النشيد الوطني في جميع البلدان والرايات الرايه المغربيه. هادشي ما يعقلوش عليه هاد الناس هذو اللي داروا هاد الفيديو هذو، ما يعرفوش. المهم، والسلام عليكم.